معاكم للكابتن محمد حلمي مدرب الزمالك السابق، وجه نصيحه لاخوان كارلوس اوسوريو مدرب الزمالك وقال له بانه يستمر في طريقه لعبه عشان ما يتمش تشتيت اللعيبه. يعني فكره ان اللعيبه الوقت ده متشتته وان هي مضغوطه وان الحاله النفسيه للعيبه بالتاكيد متاثره، قال له ان الوقت الحالي الزمالك واللعيبة لازم يستوعبوا طريقة خاصة، ان مباراة أسوان الأخيرة كان شكل الزمالك خلالها مميز. وأكد الكابتن حلمي انه الزمالك محتاج لست صفقات سوبر في كافة الخطوط، خاصة ان الدفاع والوسط وكمان الظهير الأيمن. شدد على انه ضيق الوقت اكبر مشكله هتواجه اسوريو مع الزمالك، خاصه انه عايز يطبق طريقه خاصه، وده طبعا من حقه، ده اللي اكد عليه كابتن محمد حلمي. بالتاكيد عارف يعني ايه مدير فني وعارف يعني ايه طريقه لعب، عايز يكون عايز وقت كافي علشان يطبقها مع اللعيبه، يكون واخد وقته الكافي سواء كان صفقات او فكره عايز يبتدي ينفذه خلال الفتره القادمه.